نشوف التويت. ايه كانت عم تبيض طناجر مع اسامه سعد. لا في وحده قبل، في وحده هي جاوبت نتفت وسام حنا، لان قلت لها اعطيتك اكثر من حجمك كرمال هيك، قلت لي نتفت وسام حنا، بس هي عم تبيض وجه مع اسامه سعد. ليش شو مشكلتها؟ انا علقت مع اسامه سعد بقصه بوسته الثوره، صار في مشكل بقصه بوسته الثوره، منعت انه تفوت على صيدا وعملت بلبله طويله عريضه. نعم. صار في سوء تفاهم بيني وبين الدكتور اسامه سعد وانحلت بوقتها، يعني الا جمعتين القصه خالصه. فاقت البسام من يومين، رجعت فيه وتبيض طناجر مع اسامه سعد وتقول له انه طلعوا لك وسام حنا ليحاربك ومدري شو اخبار. قلت لها انه او شيء، هي بتستعمل تعبير بتعرف كثير بتشبهها انه احد، عرفت؟ فقلت لها انه الموضوع انتهى بيني وبين اسامه سعد، وما تفوت هي، ما تخيط بغير مسلي، وبس، واعطيتها اكثر من حجمها. وما كنت مكتشف انه هي مكروهه هالقد على فكره. انا بسمع باسمها انه هي بالجديد، ما بعرف شو بالجديد، وكيف عرفت انه هي مكروهه؟ حزار كيف عرفت انه هي مكروهه؟ دقيت لناس مسؤولين، بس ما بدنا نشهر بحدا، يعني مريم بسام عم بتشهر شو عم شهر؟ في ناس محبوبه، في ناس مكروهه. لا بس هي كثير، لاقول لك ليه. بعدين لما دقيت لها انا على اسره الجديد عم اقول لهم شو بها لاقي في علي، قالوا وشو هذا التويت اللي كتبته؟ لان انا بكن كل الاحترام، يعني عندي صداقه وزمالي مع محطه الجديد، بيقولوا لي ما ترد عليها، هيدي بتعبر بس عن تويتاتها. هون انا انبسطت. بس كمان اليوم، بس كمان بريان بسام اعلامي اليوم صحفية، انه اليوم عم نتعاطى معها بهالطريقه، مش حلوه كمان. اذا اعلامي، اذا اعلامي بده يقلل الادب، كيف تتعامل معه؟ يعني هي مديره الاخبار، انا ما بقى حبيبي، انا فنان. بس يا جوزيف، بس لحظه، هي مديره الاخبار بقناه، اليوم كمان هي من القنوات اللي عم بتغطي الثوره، عم بتكون مواكبه الناس بالشارع، واكثر اكثر حدا عم بيهاجم الثوار. شو معناتها؟ كيف اكثر حدا عم بيهاجم؟ مين امين؟ مين ليش عم تهاجم لكان؟ ليش عم تهاجم ربيع الزين مدري شو اسمه، وعم تهاجم مدري شو؟ ليش عم تهاجمنا؟ شو عملنا لها؟ هيدي انا زلمه، بعدين هيدي مدير، هيدي عن اراء الشخصيه، بدي سلام، مش قصدي يمكن الثوار كله، بدي خبرك شيء، كثير بحب بعض الشعب. انا اليوم مش انه نحب بعضنا، انا اليوم زلمه ما بعرف انه هي مديره الاخبار الجديد، انا زلمه ممثل، لا خصني بالسياسه ولا بعرف احكي سياسه، انا زلت مواطن على الارض مثل كل الناس. فجاه لقيت مريم البسام عم تهاجمني، دقيت مين مريم البسام؟ قالوا لي مديره اخبار. يعني ليش بدها تهاجمني؟ ما بعرفها ولا بتعرفني. شو عملت لها؟ عم تبيض وجه مع دكتور اسامه سعد على حسابي؟ كيف بدك تعاطى معها؟ في مشكل بينك وبين اسامه سعد؟ كان في مشكل. انا بقول لك شغله، انا بعرف، انا كنت طول عمري انتقد مريم البسام بقلب الجديد. اذا هلا بتلفن لنا مريم البسام فيها تتناقش انتم وسينكم، وتصرخوا مع بعض وترجعوا تحكوا وبتعرفوا شو الموضوع وكذا. ليش بدك تقول النوع؟ وقتها وحده بتقلل من احترامك بتقول نتفت وسام حنا، شو بتقلها؟ انت عظيمه من بلادي؟